وده رئيس نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر. شكرا، برحب بحضرتك معانا يا دكتور. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا دكتور حسين. يعني برضو عايز أعرف نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر إيه الدور اللي ممكن يلعبه وفقا للكلام اللي قاله لي دكتور توفيق نور الدين، إن يكون في يعني استباق أو مراقبة للتصرفات أو أداء أساتذة جامعة الأزهر، علشان يعني القانون حاكمني فمش قادر أنا أخد قرار ضدهم إلا لو كان في تهمة أو بالدليل ثبت بالفعل إن هم وراء تحريض الطلبة. القانون لصلاحنا. أولا بقول لحضرتك أنا بحيي وزير الأوقاف على استجابته لنادي أعضائي التدريس، وده كان طلب أساسي لنادي أعضائي التدريس طوال العام الماضي، لكن للأسف ما كانش فيه مجيب. ولازم نحط قدامنا الاعتبارات الآتية قبل ما حد يتكلم في أي كلام. الاتفاق الذي وقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية يؤكد أن توفير الحماية لأي جامعة في مصر في العام الجامعي الجديد أمر عسير، والمصيبة جاية. اثنين، من الواقع الفعلي والعملي لن تستطيع أي جهة أمنية أو جامعية أن تمنع الطالب المنتمي لإخوان الشياطين أو خريجي معهد كرداسة الإرهابي اللي بيجيبوه بيدي كل واحد 1500 عشان يجي بسلاحه، عشان لا يمكن حد يقدر يمنع دول من الدخول في المدن الجامعية أو حرم الجامعة. نمرة ثلاثة، الطالب بيتكلم في المدينة الجامعية من 800,000 في الوقت اللي بيتكلم من 800,000 نجد أن آلاف المجرمين من خارج المعهد العالي لفنون الإرهاب بكرداسة يقيمون في المدن الجامعية على نفقة الجامعة. طب معلش يا دكتور حسين، ليه أنا ما أقدرش أمنحهم؟ يعني أنا كنت بتكلم المفترض إن في قواعد جديدة للقبول، قبول الطلاب في المدن الجامعية، موضوع الكرنيهات، ليه الجامعة إيديها مقيدة؟ أنا وجهة نظري حضرتك إيه؟ اللي بيقول لك نقدر نمنحهم، ده ناتج عن إنه لم يعيش التجربة وواقعها، وبالتالي فاقتراحه ناتج عن عدم خبرة وعدم تجربة وبالتالي عدم دراية. طب ليه بقى ما حد أي واحد في مصر يجي يمنع طالب من دخول المدينة الجامعية من الباب أو من الجامعة؟ أيوة ليه؟ لما يبقى 300-400 طالب داخلين مع بعض ومعهم أسلحة، من الذي يوقفهم على الباب؟ ومن الذي يفرزهم ده شريف وده غير شريف؟ نرجع لموضوعنا اللي هو لا زال كثير من العمداء والاساتذه واعضاء التدريس ومعاونين والعاملين الذين ينتمون للتنظيم اخوان الشياطين. طيب الاول عددهم تقديرك لعددهم قد ايه يا دكتور حسين؟ عددهم كبير جدا 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 في كل جامعات مصر، والمصايب جايه. اللي بيقول لك بقى في قول بيقول لك ان ما نقدرش نعمل لهم حاجه، القانون لا يسعفنا. القانون هقول لك نصه بيقول ايه. اي واحد فكره يتعارض مع الفكر الاسلامي، يعني مجرد ان كونه اخوانجي يبقى يتعارض مع الفكر الاسلامي. اي واحد يتعارض مع الفكر الاسلامي يعدم. اي واحد ياتي بفعل يزري بشرفه كعالم مسلم يفصل. ان القانون واضح زي الشمس. طب اجيبه اسمه ازاي واقول ان ده ازاي؟ قائمة الاخوان مسجلة وزي الشهر العطاري بالظبط، ومعروفة لدينا، وعندي قايمة بيهم، وعندي امن الدولة قايمة بيهم. طب قد ايه هم في الازهر؟ قايمة بيهم، والمخابرات العامة قايمة بيهم، ويكفي اي جهة من دي تقول ده اخوانجي او ده كذا، يبقى الاثبات صح والقانون. طيب يا دكتور حسين، العدد حضرتك بتاكد لي ان انتوا عارفينهم كويس قوي، فبسال حضرتك يعني تقريبا بنتكلم في عدد الاساتذه في جامعه الازهر على سبيل المثال قد ايه، والقانون اللي بتكلمني عنه ده برضو يعني دي لائحه داخليه في الازهر الشريف ولا ده قانون؟ مش لائحه، قانون. القانون فوق اللائحه. ما انا عشان كده بسال. تقولي لي لا السؤال انتوا ما بتنفذوش ليه؟ لأننا خايفين. جميع رؤساء الجامعات المصرية خايفين من إخوانها، وبيبقى عارفينه وخايفينه. ده عشان عميد كلية الطب عندنا اللي اسمه عصام عبد المحسن، وهو كان بيدخل الأسلحة، واخد 3 سنين سجن. سجن إيه؟ في جناية.
سجن جنايه مدخل اسلحه في عربيته، ما رضتش جرحه الازهر تيجي ناحيته طول العام، وانا بقول في الفضائيات كلها بالاسم فين لغايه ما جبت من جهه امنيه صوت وصوره اللي بيعمله فين، وهم خايفين يحولوا للتحقيق ويوقفوا عن العمل. طب وبالنسبه للناس قبل كده اللي كان صدر في حقهم برضو يعني وقف عن العمل والاساتذه، كان الكلام ده السنه اللي فاتت العام الدراسي اللي فات؟ هقول لحضرتك ان لم نتعامل السنه دي بيد من حديد وليس بيد من حرير، المصيبه جايه جايه. وانا بقترح ان المدن الجامعيه دي في ظل ان الجامعات محتاجه الى تحديث وتطوير وما عندهاش امكانيات ما في ولا فلوس عشان تحدث ولا تطور، احنا نعلن المدن الجامعيه دي ايجار لمده محدوده سنه اثنين ثلاثه، نجيب منها مليار مليارين جنيه لمستثمرين نحدث بيهم الجامعه ونطورها. طيب خلينا معلش يا دكتور حسين انا اسف عشان الوقت، خلينا نرجع تاني نكلم اداره جامعه الازهر والمدن الجامعيه عند حضراتكم ونشوف برضو تعليقهم على كلام حضرتك اللي تفضلت بيه وايه طبيعه الخطوات والاجراءات اللي بيعملوها في الموضوع ده. شكرا دكتور حسين عويده رئيس نادي اعضاء هيئه التدريس بجامعه الازهر الشريف، شكرا لحضرتك.